اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده زي ما عودناكم كل اسبوع عندنا رحله طويله ومهمه مع جدعان بلدنا اللي يستحقوا الظهور في برنامج الجدعان. ولكن خلينا قبل ما نبدا رحلتنا النهارده اقول لكم ان احنا النهارده بنصور في واحد من اعظم واكبر مصانع الاعلاف السمكيه في مصر. المصنع هو مصنع جراند للاعلاف السمكيه في دمياط. هذا المصنع فريق الجدعان كان شاهد عليه منذ بدء انشاؤه. كان شاهد انه هيبقى واحد من افضل مصانع انتاج الاعلاف السمكيه في جمهوريه مصر العربيه. انا عايز اقول لكم ان هذا المصنع استثمارات مصريه وطنيه بنسبه 100% تجاوزت 700 مليون جنيه. اما خبراته الفنيه فهي بالشراكه مع شركه زيجلر الامريكيه، وهي واحده من اكبر شركات العالم المنتجه للاعلاف السمكيه واعلاف الجمبري، ان لم تكن هي الاكبر على الاطلاق في العالم. النهاردة أنا حبيت إن احنا نصور في المصنع ده عشان هو فعلا وراه قصة نجاح عظيمة جدا. ويكفي أقول لكم إن هذا المصنع قدر إن يرجع ناس كتيرة جدا لقطاع الاستزراع السمكي بعد أن عاد الحياة إلى مزارعهم بفضل جودة إنتاجه من الأعلاف. كمان عايز أقول لكم إن هذا المصنع قدر إنه يحقق أرقام قياسية في معامل التحويل الغذائي للأسماك. قدر إنه يحقق واحد لواحد، بمعنى إن كل طن علف قدر ان يحقق طن لحوم للرجال الاستزراع السمكي، لحوم سمكيه، وهذا لم يتحقق من قبل في مصر. كل الارقام القياسيه كانت بتتراوح ما بين 1.3، 1.2، او 1.6، لكن هذا الانجاز تحقق بفضل جوده التصنيع، وايضا تحقق بفضل جوده المعدات داخل هذا المصنع العملاق. خلينا قبل ما نبدا الحلقه كمان نتكلم عن نداء من الفائزين بأراضي مزاد حق الشعب في أكتوبر 2016. الناس التزمت بما أقرته الدولة ودخلت المزاد وفازت بالأرض وسددت 27% من ثمن الأرض في مارس 2017، وفي مارس 2019 دفعوا القسط الثاني 20% من ثمن الأرض، يعني بإجمالي 67% من قيمة الأرض تم سدادها للدولة. الآن يتبقى على الفائزين بأراضي مزاد حق الشعب في وادي النطرون حوالي 33%، يعني قسط ثالث وقسط رابع. كل ما يطلبه هؤلاء المزارعين هو ترحيل الأقساط أو تقسيمها على 3 سنوات بدل من عامين على قسطين متتاليين، على أن يكون ذلك بدون غرامات. ده نداء من الفائزين بأراضي وادي النطرون في مزاد حق الشعب. الناس مش قادرة، عايزة بالقسط الثالث والرابع تبدأ تزرع وتحفر الأبار. حتى الآن لم يمسوا الأرض، كل اللي متفرغين ليه هو سداد مستحقات الدولة وما عندهمش مانع يسدوها، ولكن بدل قسطين عايزينها على 3 سنين. السنة دي هي سنة مهلة لمجرد إن هم يبدأوا يخدروا الأرض وينموها. قبل كده أنا قلت أن كل مزارع مصر يستحقوا المميزات اللي فاز بيها المنتفعين بأراضي مشروع 1.5 مليون فدان. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أصدر قرار بسداد الأقساط على 12 سنة لشركة الريف المصري، ومن حق كل الناس اللي بتزرع أن يستفيدوا من هذه المبادرة الكبرى من رئيس مجلس الوزراء، وليس فقط المنتفعين من مشروع الريف المصري. نداء أهالي وادي النطرون اللي حبيت أبدأ بيه حلقة النهاردة في برنامج الجدعان، خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا إيه النهاردة في برنامج الجدعان. في حلقة اليوم فريق الجدعان في واحدة من أفضل مزارع أشجار الزيتون في مصر، والتي أسسها المهندس محمد الخولي الخبير الدولي في زراعة الزيتون، والذي نجح بخبرة 33 عاما في استخراج زيت الزيتون بدرجة نقاوة مبهرة دفعت أسواق العالم إلى التهافت عليه، لدرجة أن سعر اللتر الواحد بلغ نحو 105 دولارات. فما هي المفاجآت التي كانت في انتظار فريق الجدعان في تلك المزرعة؟ فريق الجدعان يلتقي المهندس نبيل حسن رئيس مصنع جراند العملاق للأعلاف السمكية في دمياط الجديدة، والذي يكشف النقاب عن خطة تصدير الأعلاف السمكية المصرية لأول مرة إلى كبرى المشروعات السمكية في العالم، وذلك بعد نجاحها المبهر في تحقيق أعلى معدلات التحويل الغذائي في مزارع أسماك المياه العذبة والمالحة في مصر. ده
دلوقتي هنبدا اولى رحلتنا النهارده ببرنامج الجدعان بزياره المصنع جراند للاعلاف السمكيه. هنقابل هناك مجموعه من اهم خبراء الاستزراع السمكي، وكمان هنقابل مجموعه من المربين اللي انا اطلقت عليهم السوبر، لانهم فعلا حققوا ارقام قياسيه في عمليات الاستزراع السمكي. خليكم معنا. الكيان العملاق اللي هتشوفوه دلوقتي فريق الجدعان كان بيتابع اعمال انشاءاته طوبه طوبه ومعده معده. كان عندنا ثقه شديده جدا انه هيقود عمليات انقاذ صناعه الاستزراع السمكي في مصر. ما هو لما تشتغل صح وبافضل معدات وخامات في العالم لازم تبقى رائد ومبتكر في مجالك وتقود قطاعك للنجاح. الكيان ده هو مصانع مجموعه جراند للاعلاف السمكيه في دمياط، احدث مصنع للاعلاف السمكيه في مصر، سواء في الإنشاءات أو المعدات أو حتى المدرسة اللي تبناها في تركيباته العلفية، وهي المدرسة الأمريكية، كأول مصنع مصري يتعاقد مع شركة زيجلر الأمريكية عملاق صناعة الأعلاف السمكية في العالم، وخصوصا أعلاف الجمبري اللي هو بلا جدال مستقبل مصر في الاستزراع المائي. المصنع بدأ فعلا إنتاج أجود الأعلاف السمكية بمعداته الألمانية والأمريكية الأحدث على مستوى العالم، وده تحت الإشراف الفني لشركة زيجلر الأمريكية العملاقة. دلوقتي هنقوم بجولة في المصنع مع 50 مربي للأسماك من محافظة الشرقية، وتحديداً من منطقة سهل الحسينية، ما هم كانوا لازم يشوفوا بعينهم علف جراند بيتصنع إزاي بعد لما قلب حياتهم في أقل من سنة، وخلاهم يحققوا هامش ربح محترم بعد سنين من الخسائر. بعدها هنقابل المهندس نبيل حسن رئيس مجلس الإدارة، ركزوا معه. النهاردة قابلنا مزارعين سوبر، قال لك أنا بحط طن علف باخد طن لحم. الكلام ده عندك بيترجم ليه؟ شوف، انا كان كل هدفي من بدايه ما المصنع ده اشتغل ان المزارع يشتغل ويكسب ويكون فيه مردود اقتصادي لتعبه طول السنه. جراند استثمرت كتير في الخامات، استثمرنا بقوه جدا في الخامات، استوردنا الفيتامينات، البريمكسات كلها جت من زيجلر في امريكا، وكانت كنا بننتقيها بدقة شديدة يعني بالتعاون مع الجانب الأمريكي، والحمد لله دي اللي وصلتنا النتائج دهية، إن في خلال سنة بعد مرتين زرعتين حصل زي ما حضرتك شفت قبل كده في البحيرة، والنهاردة انت قابلت إخوة من الشرقية. النتائج كلها الحمد لله كويسة ومرضية والناس كلها مبسوطة، وبنبدأ موسم جديد وإن شاء الله هيكون أحسن من اللي فات كمان. مصنع جراند للأعلاف السمكية أسسه في دمياط الجديدة المهندس نبيل حسن، اللي رجع من الولايات المتحدة الأمريكية بعد لقائه في سنة 2014 بالرئيس عبد الفتاح السيسي في أمريكا، وساعتها الرئيس طلب من رجال الأعمال المصريين ضخ استثماراتهم في مصر. فورا قرر ينهي 35 سنة هجرة ويرجع مصر وأنشأ مصنع جراند للأعلاف السمكية. الاستثمارات مرحلته الأولى تجاوزت 700 مليون جنيه. وصلنا النهاردة لحجم إنتاج قد إيه؟ وخصوصا بعد مرور عام ونجاح جراند انها تدخل محافظات انا اعتقد انها كانت مقفولة على مصانع بعينها. جراند السنة اللي فاتت حققت 25,000 طن، وده رقم كبير جدا لمصنع في اول سنة شغل وبمنتج جديد، فانا اعتقد ان احنا ربنا وفقنا وحققنا نجاح باهر السنة اللي فاتت. السنة دي خطة انتاجنا ان شاء الله ان احنا كميتنا هتزيد حوالي 60-70% في الانتاج بتاعنا، ده طبعا لان عندنا يعني الديماند عندنا طلبات كتيره جدا على المنتج، خصوصا بعد النتائج اللي هي الكويسه اللي حققها مع المزارعين. يعني هي مش كويسه، هي خارقه ما سمعناهاش قبل كده. خليني اسال حضرتك سؤال مهم جدا وده استرعى انتباهي بشده. دلوقتي احنا عندنا اعلى معدات في العالم للتصنيع، معدات كلها ألمانية، معدات أمريكية، فبالتالي جودتها عالية جدا. بنستورد أفضل خامات في العالم للتصنيع، وخصوصا خامات الذهب، برمكسات والحاجات الصغيرة دي. ولكن سعرك أقل من أي علف آخر للأسماك، ما بين 300-400 جنيه. المعادلة دي اتحققت إزاي؟ عملية بمنتهى البساطة، مصنع فيه المعدات دهية والتكنولوجيا دي
كان أهم حاجة عندي إن أنا الفائت، فائت من الإنتاج، فائت من الإنتاج ده بيسبب رقم كبير جدا، والحمد لله إحنا الفائت عندنا لا يتعدى ربع النص في المية، وده طبعا رقم كبير جدا. لما يترجم لفلوس هتلاقي إن هو ده الوفر الطبيعي اللي 300-400 جنيه اللي بتحصل في الأسعار. كناس حركة توعدتنا إن أنت تنتج أعلاف أسماك بحرية بجودة عالية جدا، وفعلا أنتجتها النهاردة، كان بداية الإعلان عنها، ووعدت أيضا بإنتاج الجمبري. أنا عايز أركز مع حضرتك على الجمبري. الجمبري بالذات هو مستقبل مصر، استزراع الجمبري، علف الجمبري هيخلي المزارع يقبل على هذا النوع من الاستزراع؟ طبعا علف الجمبري معمول، انت طبعا عارف ان احنا عندنا شراكة دعم فني مع زيجلر الامريكية، وهم متخصصين او ما اقدر اقول لك الاوائل في العالم في انتاج الجمبري. علف الجمبري ان شاء الله هننتجه على نهاية شهر مارس، وجراند هتكون الشركة الاولى في مصر اللي بتنتج اعلاف جمبري، وهيكون بمواصفة عالية جدا وبسعر منافس، وهيعمل يعني هيكون فيه مردود. بس طبعا لان استزراع الجمبري في مصر مش كبير قوي، فالانتاج بتاع اعلاف الجمبري هينزل طبعا جزء للسوق المحلي ونغطيه، لكن اغلبيته هيكون طالع للتصدير. خلي بالكم، طاقة وطموح الشباب في مصنع جراند ملهاش حدود، وانتمائهم ورغبتهم في النجاح مذهلة. وعلى فكرة متوسط الاعمار 30 سنة في المصنع، وكلهم هدفهم تغيير وجه الاستزراع السمكي في مصر. خليني اسال حضرتك على مميزات عندنا كذا نوع اعلاف بحريه في السوق المصري. ايه اللي بيميز اعلاف الاسماك البحريه في جراند اللي تم اعلانه النهارده؟ اعلاف جراند البحريه اللي هي نزلت سوق بقالها دلوقتي اسبوع، بتتميز بحاجه. اولا هي عاليه جدا في تركيبتها كمنتج، غني بالفيتامينات، غني بنسبه الدهن، وغني طبعا بالبروتين. يعني البروتين بتاع جراند عالي جدا، وجاي من مصادر ما بين حيواني وما بين نباتي، لكن التركيبة نفسها تركيبة قوية جدا. إلى جانب كده احنا دلوقتي بنشتغل في جراند على ان احنا العلف بتاعنا يقلل في مدة التغذية، يعني وده في حد ذاته توفير للمزارع، وبالتالي هيعود التوفير ده للمستهلك. يعني هو بيوفر في التغذية، فالسعر بتاعه تكلفة هتقل شوية، فالتكلفة دي بالطبيعي ان جزء منها هيروح للمستهلك، وده الهدف بتاعنا. يعني دلوقتي هتقابلوا الدكتور محمد سعيد، استشاري للاستزراع السمكي ورئيس قسم الاستزراع السمكي في كلية علوم الثروة السمكية في جامعة السويس. وخلي بالكم، احنا في بداية موسم الاستزراع السمكي، يعني مهم جدا نقابله ونركز في نصايحه. احنا في بداية موسم زراعة، وخصوصا المياه العذبة. يمكن الزراعة البحري بدأ من كام اسبوع، ولكن بداية موسم الزراعة المائي في المياه العذبة الآن. نصيحتك لكل مربي في مصر؟ والله يمكن احنا من خلال متابعتنا لعدد كبير خالص من المزارع خلال الموسم اللي فات، احنا واضح جدا لكل المشتغلين بقطاع الاستزراع المائي ان احنا عندنا مجموعة من التحديات. يمكن التحدي الأكبر إن المزارع يقدر يلاقي نظام تشغيلي محترم يحميه من المشاكل اللي حصلت السنة اللي فاتت، ويمكن الأربع خمس سنين اللي فاتوا. ومن أهم هذه التحديات إنه يقدر يلاقي الزريعة المناسبة. فبننصح كل مربي إن أولا يدور على المفرخ المحترم اللي يقدر يديله زريعة محترمة من أصول جيدة ومعاملة بطريقة جيدة. رقم اتنين إن هو يقدر يجهز أرضه ويراعي كل الخصائص المطلوبة في تجهيز الأرض عشان يبدأ موسم الإنتاج بشكل كويس. ثم نيجي للجزئية الثالثة، وبرضه اللي هي الجزئية الأهم لحد كبير، إنه يتخير نوع العلف المحترم، نوع العلف الجيد اللي يستطيع إنه يحقق بيه معامل تحويل جيد، يقدر يحافظ بيه على جودة المية اللي هو مربي فيها بشكل كويس، بحيث إنه هو يستطيع إنه ينتج في توقيت مناسب وبصورة مناسبة ودون التعرض لمشكلات أثناء دورة الإنتاج. دكتور محمد، وجودك النهاردة في الاحتفال بتاع جراند، أنا بعتبره احتفال الوفاء لناس وقفت طبعا جنب المصنع في خلال سنة واحدة، قدر يوصل لكل محافظات الزراعة السمك في مصر. تمام. شهادتك إيه عن أعلاف جراند؟ أنا عايز شهادة من أستاذ جامعي واستشاري في الزراعة السمكي، والكثير
من المربين بيثقوا في حضرتك. تمام. دلوقتي احنا بنتكلم على شركة اول سنة انتاجية ليها في مصر، بنتكلم عن شركة من اول سنة دخلت القطاع الانتاج الاعلاف في مصر، وهي محققة مرتبة تكاد تكون من اكبر 3 او من اكبر 4 على مستوى الجمهورية. يا دكتور نترجم الكلام ده الارقام من واقع تجربك او رؤيتك للمزارع على مدى سنة كاملة، أرقام موسم كامل، معاملات تحويل ولا أرقام خاصة بإنتاجية المصنع؟ معاملات تحويل، أرباح، لا المصنع، المصنع ما يخص، ما لناش علاقة بيه. ربنا يبارك لأصحابه. خلينا نتكلم على المربين بتوعنا. تمام. الناس دي هل استفادت؟ طبعا. هامش الربح زاد، معامل التحويل الغذائي عنده زاد في المزرعة بتاعته، هو لاحظ ده شاب عينه. يعني احنا لما نتكلم على ان متوسط معاملات التحويل ما بين حتى الزرعة الاولى اللي هي الزرعة الصيفية والزرعة الشتوية، لما نتكلم على ان متوسط معامل التحويل في حدود 1.2 او 1.4، ونتكلم على متوسط سعر علف طول السنة في حدود من 8 ل 9000 جنيه، فبالتالي انا بتكلم على سعر تكلفة تغذية 1.4 في 9، بنتكلم في حدود من 12 13 بالكتير 14 جنيه تكلفة تغذية. تكلفة التغذية في الاستزراع الكيلو، كيلو السمك هيصبح بيتكلف تغذية في حدود من 12 ل 14 جنيه. القيمة دي بتمثل 70% من تكلفة الاستزراع. احنا في المتوسط الناس لو عملت ربحية من 25 ل 30% في الاستزراع المائي او في النشاط الزراعي بصفة عامة، اعتقد ان هو رقم كويس. احنا بالفعل معظم المزارعين بتوعنا بيتحركوا في فلك من 25 ل 30%. دكتور محمد، هنا في جراند بنشتغل بدعم فني كمان من شركة زيجلر الأمريكية. مزبوط. والناس دي متخصصين قوي ومشهورين على مستوى العالم بعلاف الجمبري. مزبوط. هيفرقوا معانا واحنا المفروض ان مستقبل مصر هو استزراع الجمبري؟ طبعا. يعني حضرتك بديت نهاية الكلام باللي انا عايز ابدا بيه. مستقبل مصر في الاستزراع البحري بيتمركز تماما في استزراع الجمبري، لان احنا ايه الانواع اللي بنقدر نستزرعها بحري؟ دنيس، القاروص، اللوت. دول الثلاث انواع الرئيسيين اللي موجودين في الاستزراع البحري في مصر. احنا عندنا مصادر المياه المالحه موجوده، عندنا المساحات موجوده، عندنا العلف بتاع الجمبري. النهارده بنتكلم على ان جراند هتوفر علف جمبري في خلال اقل من شهر، دوره انتاجيه قصيره 3-4 شهور، ذريعه انتاجها ما هو صعب، تسويق سهل سواء كان داخل مصر او خارج مصر. مصادر قادرين من هنا يا دكتور من جراند ان احنا نقدم دعم فني لكل واحد بيزرع جمبري؟ جمبري استزراعه اصبح منتشر على مستوى العالم في مختلف القارات وباساليب مختلفه وباساليب متقدمه، ونستطيع ان احنا نقدمها لكل المستثمرين اللي موجودين في مصر. بعتقد برضو في تجربه الى حد ما دلوقتي اصبحت تبقى ناجحه في القطاع الخاص، برضو في دمياط اصبح عندنا تجربه شرق قناه السويس، اصبح عندنا تجربه في غليون. غليون السنه اللي فاتت انتجت كميه زريع الجمبري فانمي بعتقد فوق ال 120 مليون، ومدوا مزارع ومدوا البحيرات في الفيوم. يعني نشاطهم هايل سلفا. طبعا طبعا، انتجوا كميه زريعه متميزه جدا جدا. على فكره كتير من المربين لسمكه البلط في سهل الحسينيه بالشرقيه استخدموا علاف جراند وحققوا نتيجه مذهله. معامل التحويل الغذائي للاسماك 1:1، يعني 1 طن علاف جاب 1 طن سمك. معقول؟ ايوه حصل فعلا. والمربين هيحكوا تجربتهم بنفسهم، والبدايه مع المزارع السمكي رضا علي مصطفى وارضه في منطقه 67 ومساحتها 20 فدان. زي ما انا قلت انت راجل سوبر، محدش بيحقق الكلام ده غير واحد فاهم يعني ايه استزراع سمكي. عملتها ازاي؟ والله احنا طبعا اول سنه اتعمل مع جراند السنه دي، وطبعا بعد ما جينا النهارده وشفنا الامكانيات العاليه ديت برضو تقريبا في تقنيه عاليه جدا في شغل المصنع العلف، وعلفنا الحمد لله في حدود 54 طن علف، طلعت بهم 54 طن لحم. اول مره تحقق الارقام دي؟ يعني كان قبل كده في حدود 70%، لكن اول سنه حدد الرقم طلع الارقام دي. مزارع زيك لازم اساله المنطقه بتاعتك محتاجه ايه عشان نخليك تنتج اكتر، عشان تدينا امن غذائي اكبر. بالنسبه للمنطقه محتاجه كتير. النهارده انت بتتكلم في 20 فدان جايبين 55 طن، انت بتتكلم في مناطق في افريقيا، في شمال افريقيا فدان بينتج 25 طن، تتكلم في الامارات الفدان بنتج مش عارف 40 طن، يعني انت بتتكلم في حاجات برضو احنا لسه بنواكب الزمن بتاعنا برضو، يعني في حاجات كتيره طبعا. دي زراعات مكثفه قوي وتكنولوجيات عاليه قوي. ما اختلفناش، ما هو النهارده انت لما تبص النهارده فين نوعيه الزراعه المحسنه عندك وفين الحاجات دي كلها، ما انت لازم تتوفر لك الحاجات دي كلها. المزارع السمك الثاني اللي قابلناه هو صالح بحيص، امين فلاحين مركز منشيه ابو عمر في الشرقيه، ومساحه ارضه في سهل الحسينيه 10 افدنه،
اسمعوه لأنه الأول مرة برضه يحقق النتائج دي. عم صالح حققت قبل كده معامل تحويل غذائي واحد لواحد قبل كده يعني طن لحم طن علف؟ لا 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 لا, لا غير علف جراند ما حققناش. احنا كنا هنبطل وفعلا في ناس بطلت السمك وزرعت زراعه. احنا لما زرعنا الجراند لما زرعنا السمك وعلفنا علف الجراند حبينا السمك تاني وطلعنا انتاج عالي وحققنا ربحيه برغم ان يعني منزل الزريعه في 1/5 في 30/10 كان عندي السمك يزن 450 جرام 500 جرام وطلعت وزرعت عندي قمح الوقتي مسنبل وخدت زرعتين واخد زرعه سمك وباخد زرعه قمح في نفس السنه. تعالوا كمان نقابل المهندس محمد علام مربي اسماك بلطي وحكايته حكايه. 12 سنه هجره في لندن وبعدها قرر يرجع مصر ويشتغل في السمك واشتغلها بعلم وشطاره مش فهلوه وبقى مصدر ثقه لكل المربين في سهل الحسينيه. استاذ محمد منطقه سهل الحسينيه من المناطق المركزيه في انتاج الاسماك في مصر. عايز اعرف ايه اللي خلاك تقرر ان انا لازم ارجع من لندن واشتغل في زراعه السمك؟ ايه اللي جذبك لزراعه السمك؟ هو مجال واعد في مصر وفي استثمارات كبيره داخله من ناحيه المصانع الاعلاف من ناحيه كذا من ناحيه من كذا ناحيه. فهو باذن الله يعني احنا بنأمل ان هو يكون حاجه كويسه جدا في مصر. كمان احنا في مصر احنا دلوقتي الثالث على مستوى العالم في انتاج البلطي فمحتاجين اكتر من كده. احنا ممكن نعمل بالمجال ده من ناحيه التصدير من ناحيه كصناعه ممكن نعمل حاجات كتير قوي بيه. انت قلت لي ان احنا قدرنا نتعامل مع سوق الميه اللي موجود في الاستراسه. أيوة. عملت ايه؟ هو احنا في اخر سنه كان الميه سيئه جدا من ناحيه المناطق كلها على مستوى مصر. المياه سيئه من ناحيه جوده المياه من ناحيه الامونيا من ناحيه البي اتش. فاحنا بنحاول دلوقتي نستخدم تكنولوجي جديد او وسيله جديده ان احنا ما نغيرش المياه. بنستخدم بكتيريا وبدلات يعني احنا عشان نغير المياه ده بنستفاد بيه بحاجتين بالاكسجين ونستفاد ان احنا بنغير المياه من ناحيه الامونيا عشان نجدد المياه. فاحنا بنستعمل البكتيريا دلوقتي عشان نقضي على منتج في مصر. لا كلها مستورده البكتيريا كلها مستورده. فاحنا بنستخدم البكتيريا عشان نقضي على الامونيا زياده في الميه وفي نفس الوقت كمان بنقضي على الترسبات من او مخرجات السمك وفي نفس الوقت بنستعمل كمان البدلات عشان الاكسجين. يبقى احنا كده استعدنا بدل ما نغير الميه 10% كل يوم او نسبه الامونيا بالبكتيريا والبدلات عشان الهواء والبدلات عشان الاكسجين كده ممكن احنا ما نستخدمش ميه خالص الا بس مقدار التبخير. علف جراند. نعم. علف يعني انا عايز اقول لك ان هو بشهاده كل الناس علف متميز جدا. انت نفسك قلت لي ان حاجه غيرت لنا مسار زراعه السمك في الشرقيه. افهم الجمله دي. بص هو علف جراند ساعدنا يعني انا هتكلم كمان كمزارع وتاجر في نفس الوقت. يمكن من الاعلاف القليله جدا ان انت تقدر تسوقها في اول سنه منتج تقدر تسوق بالكم ده ويبقى يعني اسم جراند موجود في السوق. هو ان هم ساعدونا في الكواليتي في الجوده بتاعت العلف. الشكل الظاهري بتاع العلف كويس جدا ما فيش علف زيه متناسق الحبايه من ناحيه الاضافات بتاعته ظاهره قدامي من ناحيه الزيت السمك. يمكن من العلف القليله ان هي بتستخدم زيوت السمك. في ناس في زيوت نبات هي زيت صويا بس الجراند بيستخدم زيت سمكي. حتى كمان الكواليتي في العلف يعني العلف كمتناسق الشكل الظاهري ده جذبنا في اول يوم اتعاملنا مع العلف ده. من الجدعان في مصنع جراند للاعلاف السمكيه الدكتور محمد كرد مدير التسويق خبره كبيره في الاستزراع السمكي وكفايه ان الدكتوراه بتاعته في الاستزراع السمكي يعني متخصص في مجاله وهيكلمنا عن مفاجآت مصنع جراند في 2019. النهارده الزياره لمصنع جراند فيها 50 مزارع من سهل الحسينيه في الشرقيه ودول معلمين السمك. الناس دي محققه اعلى نتائج معامل تحويل غذائي. معنى كده ان احنا قدام ناس سوبر في الزراعه السمك. الهدف ان احنا نجيبهم النهارده يزوروا مصنع جراند. والحمد لله زي ما حضرتك قلت احنا معانا النهارده كوكبه من افضل مزارعي الاسماك في منطقه سهل الحسينيه في الشرقيه وجانب من بورسعيد. والحمد لله اشتغلنا مع الناس دي على مدار موسم كامل في موسم 2018 والنهارده بنحتفل معاهم ان هم بيشرفونا في المصنع. الثقه بينهم بينا وبينهم كبيره جدا يعني الناس دي وثقت فينا وثقت في منتج جراند من غير حتى ما تزورنا ولا تشوف المعدات اللي عندنا ولا الماده الخام اللي عندنا. فالنهارده احنا
بعد الثقة الكبيرة دي احنا بنطور فيها يوم عن يوم، بنقول لهم اهلا بيكم شرفتونا في مصنع جراند، احنا دعيناهم عشان يجوا يشوفوا المواد الخام الاولية اللي احنا بنستخدمها في تصنيع الاعلاف اللي بعد كده هم بيستخدموها، بنقول لهم اتفضلوا شوفوا افضل معدات على مستوى العالم من افضل الشركات، بنتكلم على شركات وينجر، بنتكلم على شركات بوش الالمانية، بنتكلم على دينيسن افضل فاكيوم على مستوى العالم، بنقول له اهلا وسهلا بيك اتفضل شوف افضل خامات شوف افضل معدات، بنتشرف ان هم يشوفوا افضل فريق عمل من مهندسين وعمال وفنيين ودكاتره، وعلى راسهم رئيس مجلس اداره اللي بجد النهارده كل حرصه ان هو يطور يوم عن يوم. احنا النهارده بنتشرف بزيارتهم لينا، وفي نفس الوقت بنتشرف ان احنا النهارده بنبدا في تطوير منتجنا. عندنا النهارده بدايه انتاج الاعلاف البحريه، واللي ان شاء الله باذن الله بتستهدف السوق المحلي والسوق العالمي. ان شاء الله عندنا باذن الله منطقه بورسعيد ودمياط، وعندنا طلبات تصدير باذن الله منطقه الخليج ولمنطقه شمال افريقيا باذن الله. عمرو حامد مدير مصنع جراند للاعلاف السمكيه هيكلمنا عن شكل التعاون الفني مع شركه زيجلر الامريكيه، خليكم معاه. التركيبه او الفورميلا اللي بتيجي من زيجلر الامريكيه، عندنا النهاو ان احنا ننفذها زي ما هم عايزين، ولا بنسافر لهم نتعلمها، ولا اللي بيحصل. الناس دي متقدمين جدا في صناعه الاعلاف، وانا المفروض انا اللي بشتغل لهم هنا في مصر، وعارف ازاي يبقى انتاجهم مظبوط عشان يتماثل مع انتاجهم في امريكا. ايه الشروط اللي بنلتزم بيها عشان نطلع نفس المنتج اللي بيطلع في امريكا؟ بص يا فندم، احنا ملتزمين بتركيبه زيجلر، لان هم في الاخر بيضمنوا لنا الجوده وبيضمنوا لنا المنتج، لان دول سباقين في العالم كله، ومش عيب اللي احنا ناخد منهم التكنولوجي، ناخد منهم النو هاو، مش بعيد. هم ناس ما بيتاخروش للامانه، اونلاين 24 ساعه متابعين معانا، اي تغيير اي حاجه في الفورمولا على طول معانا اونلاين على طول. هنعمل ايه وهنشتغل ازاي، هنغير ازاي، اي تشينج هم معانا اونلاين، بحيث ان في الاخر اللي احنا عايزين جوده اللي هو ترضي العميل، اللي هم اوريدي عملوا دراسه على المنتج المصري وعرفوا المنتج المصري عايز ايه، والميه عايز ايه، والعميل عايز ايه، فهم شغالين على كل البارامترز دي، وان شاء الله احنا متابعين معاهم اونلاين، فمفيش ان شاء الله فيش اختلاف. قالوا لي ان احنا هنا هنبدا نصدر خلاص خلال الاسابيع المقبله، جاهزين للتصدير ان شاء الله الاسبوع الجاي. احنا عندنا بندرس اربع شهادات ايزو كمان، احنا خدنا الايزو وعندنا اربع شهادات الاسبوع الجاي شغالين عليهم، ان شاء الله هننطلق، وهيبقى انطلاقه كويسه جدا تسعد اي مصري ان شاء الله. من اكثر خبراء اللفت ونظرنا في مصنع جراند للاعلاف السمكيه المهندس جو كارين، استشاري المعدات بمصنع جراند، خبره 45 سنه وبيشتغل 16 ساعه يوميا رغم سنه، واقف على رجله زي الاسد، بيتابع تشغيل المعدات وجوده الانتاج. بالمناسبه هو بيعشق مصر واكل مصر واهل مصر. My honor to have worked with this company for slightly over a year. We've done a lot of developments here at the plant, and the exciting thing is not only working with some fabulous equipment, but we have some great staff and some good employees. Not only have we learned how to operate this equipment at capacities that exceed the guarantees by the company, but we're also making some supreme products that either float, sink, or actually marine feeds as well, with the sinking capacities that are unheard of in the industry. We've had a lot of fun learning how to properly prepare the raw materials, how to watch out after the formula, guarantee the final product specifications, and make feeds that are going to be great for your industry. The capacity of this plant exceeds about 40,000 metric tons per year, and we're now working on our abilities to create production of shrimp feed that is going to be in the area of 4,000 to 5,000 metric tons, because we have interest in not only making feeds for Egypt but for other countries in the area. تعالوا بقى نقابل الخبير الامريكي المهندس جوزيف بنجلياني، استشاري تطوير المعدات المنتجه للاعلاف السمكيه، وخلي بالكم ده خبرته بتمتد ل 36 سنه وليه مهمه محدده في مصانع جراند، تعالوا نتعرف عليها. My mission here is to transfer the best technology related to feed manufacturing. My mission is to do lots of improvements and to increase the capacity of the plant. For that reason we are working on several projects in order to implement new technologies to make this existing facility top with top of the line equipment in order to produce the best fish feed and aqua feed in the entire area. So we're gonna start
bringing new technologies, making his machinery and equipment to perform at the best, and also to produce the best aqua feeds existing in all the area. We are also considering now to bring new machinery and equipment to implement different processes, top of the line technology, in order to make the best fish feed, aqua feeds, shrimp feeds in all the existing area. I'll be here during the whole year revising all the processes that we have at the factory, implementing and making them, all of them, to produce the best fish feed. قريب جدا هنزور مزارع سهل الحسينية اللي قلبت موازين التحويل الغذائي في آلاف الأسماك. هنقابل جدعانها ورجالتها لأنهم أكيد يستحقوا لقاء فريق الجدعان. وبالتوفيق فعلا لجدعان مجموعة جراند للأعلاف السمكية. نجاحكم ملوش مثيل. تشاهدون بعد قليل فريق الجدعان في واحدة من أفضل مزارع أشجار الزيتون في مصر، والتي أسسها المهندس محمد الخولي الخبير الدولي في زراعة الزيتون، والذي نجح بخبرة 33 عاما في استخراج زيت الزيتون بدرجة نقاوة مبهرة دفعت أسواق العالم إلى التهافت عليه، لدرجة أن سعر اللتر الواحد بلغ نحو 105 دولارات. فما هي المفاجآت التي كانت في انتظار فريق الجدعان في تلك المزرعة؟ مفاجآت عديدة جدا كانت في انتظارنا لما رحنا نزور الخبير الدولي في زراعة الزيتون وعصير زيت الزيتون المهندس محمد الخولي. الراجل عامل مزرعة من أجمل مزارع الزيتون في العالم، وفعلا استحق نحن نطلق عليه راهب الزيتون. وكانت المفاجأة الكبرى شجرة وزنها 3 طن، لغاية النهاردة محدش يعرف عمرها. هي واحدة من أشجار الزيتون المصري المعمرة، والتي تثبت أن مصر تزرع الزيتون منذ مئات السنين، بل وربما من آلاف السنين. خليكم معنا. أهلا بكم في مملكة زراعة الزيتون في مصر، عاصمة السحر والخيال والمفاجآت والإبداعات والأرقام القياسية كمان. مملكة المهندس محمد الخولي، 33 سنة بيزرع كل أصناف الزيتون في 95 فدان، وخصوصا أصناف الزيت، يحصد ويفرز ويعصر ويصدر واحد من أرقى زيوت الزيتون في العالم. تخيلوا الزيتون اللي بيعصره بحب وعشق فريد من نوعه، بيوصل سعره لحوالي 105 دولار لللتر الواحد. المهندس محمد الخولي اتخرج سنة 1972 في كلية الهندسة قسم ميكانيكا، وطول عمره بيعشق الصحراء والزراعة، هو وحرمه السيدة زينب اللي من شدة حبه ليها لما قرر يحقق حلمه واشترى أرض في الإسماعيلية عشان يزرعها، كتب حلمه باسمها لأنه واثق إنها السيدة العظيمة اللي هتساعده على تحقيق حلمه وتحافظ على شقة عمره. المهندس محمد الخولي قصة نجاح فريدة من نوعها في زراعة الزيتون في مزرعته بطريق أبو سوير جبل عبيد بمنطقة المنايف في الإسماعيلية، واللي بقاله 8 سنين مستقر فيها بعد لما هجر مصر الجديدة بزحمتها ودوشتها، وفي بيت عبقري من الكرفانات الحديد بيعيش مع رفيقة الكفاح السيدة زينب أجمل قصة حب. دستور بسيطة عن المهندس محمد الخولي خبير الزيتون الدولي، واللي ليه كتب عالمية عن الزيتون المصري، وعضو الجمعية الدولية العلمية للزيتون، واستشاري الحكومة الاسترالية في الزيتون من سنة 1999، وكل صحف العالم الشهيرة تقريبا اتكلمت عنه، وأولها الأهرام. كنت أنا أول واحد كتب عنه من سنين طويلة جدا.
تعالوا نسمعه. دلوقتي احنا في مزرعة المهندس محمد الخولي. المهندس محمد الخولي باختصار واحد من ابرز خبراء العالم، مش في مصر بس، خبراء العالم في صناعة الزيتون، سواء زيتون المائدة او زيتون المخلل او عصير الزيتون. الزيتون فاكهة، وبالتالي عصيره لازم يخضع لشروط وضوابط محددة. من ابرع الناس اللي نجحت في انتاج زيت الزيتون هو المهندس محمد الخولي. النهاردة جينا لك المزرعة اللي أنا شايفه كثير من المفاجآت، أولها البيت اللي احنا فيه النهاردة. ربنا يخليك. لدرجة إن أنا أصريت أسجل هنا عشان الناس تشوف حياتك عاملة إزاي. ربنا يخليك. بقالك هنا سنوات، تركت مصر الجديدة رغم إنك كنت تسكن في أحد المناطق الراقية جدا، سبت كل ده وقررت أنت تقيم هنا في إسماعيلية في مزرعتك، في بيت عبارة عن ثلاث كرفانات في بعض. الحمد لله. جوه تصميمه بديع. ربنا يخليك. انت حققت حلم الفنان الكبير حاتم امام في فيلم الكراكون. والله دايما بنقول يعني كده. انا لما جيت هنا لم اصدق ان ممكن يبقى حياه كامله داخل هذا المكان. من جوه انت عامله اكثر من رائع. تحياتي بجد على هذه الافكار. ربنا يخليك. قبل ما نوري الناس افكارنا والناس تتفرج على البيت وتشوف المفاجاه الكبيره اللي انت عاملها لنا، شجره عمرها سنوات طويله جدا يمكن تقترب. انت عينك رغرغت. لا ما احنا قاعدين معاك اهو، ما رغرغتش ولا حاجه، بس المقدمه جميله يعني ربنا يخليك. خلينا نبدا نتكلم على، خلينا نبدا ببلدنا الاول، الزيتون في مصر. في فتره من الفترات كنا وصلنا للمركز الثاني على مستوى العالم في انتاج الزيتون. نعم. احنا فين النهارده؟ والله حضرتك احنا قبل 2017 على مدى 8 سنوات تبوأنا المركز الثاني في الانتاج وتصدير زيتون المائدة اللي هو زيتون التخليل. ولكن مما يدعو للأسف حقيقة يعني ان احنا بالرغم من تبوؤنا لهذا المركز الثاني، وانا كنت عاوز اعمل لحضرتك اختبار كده بس انا هختصر الوقت، المفروض ان انا يعني في الايرادات بتاعته وابقى في المركز الثاني او الثالث او الرابع او الخامس، مع الأسف الشديد نحن نأتي في المركز التاسع. لو حضرتك سألتني السبب ايه، السبب ان احنا بنصدر بلك من غير ادد فاليو. يعني معظم صادرات مصر بتطلع في برميل، والشيء المؤسف ان البرميل اللي هو بياخد 120 لتر بيطلع فيه 70 كيلو زيتون ومعاهم من 40 ل 50 لتر ميه، ونحن دوله تعاني من قله المياه زي ما كلنا عارفين. فنتيجة نحن ما بنعبيش برطمان أو بنعبي في العلبة الايتن اللي هي بتروح للريستورانات، مركزنا في الإيرادات متأخر بل متخلف. يعني المطلوب ان احنا نركز في الصادرات على الادد فاليو أو القيمة المضافة، فدي مشكلة الحقيقة. بمعنى القيمة المضافة؟ القيمة المضافة ان انا ما طلعوش بلك في برميل والراجل اللي بيستورده هو اللي هيستفيد ويعبيه ويحط الليبل بتاعه عليه. في مشكلة تانية بقى الحقيقة ان احنا بقى اصبح عندنا سيربلس في مصر في انتاج زيتون التخليل، واصبحنا حقا وصدقا تحت مقصلة المستورد. النهاردة بقى عندنا كميات زيادة، وبالتالي انت ما عادش بتفرض سعر. زمان لما ابتدينا السعر بيتفرض عليك. ايوه السعر بيتفرض علينا بالظبط كده. وإذا أي حد أنكر هذا الكلام يبقى كلام غير واقعي. دي تجارة دولية وتجارة عالمية ومفيش حاجة بتستخبى النهار. أنت عندك زيادة، هو عارف أن عندك زيادة، هتوديها فين؟ أنا اللي هاخدها، خدها بالسعر اللي أنا عايزه. الاتجاه العالمي من زمان، منذ أن عرفنا صناعة الزيتون، 93% من إنتاج العالم بيروح للزيت و7% للتخليل. طب إحنا بقى عندنا زيادة، والباحثين والعلماء والمزارعون القدامى بقى لهم سنوات طوال عشرات السنين بيقول يا ناس ازرعوا أصناف زيت، المستقبل للزيت. انت حضرتك عملت ازاي فكرة ان انت تزرع وتعصر زيتون وتبيع اللتر ب$105؟ ده اتحقق ازاي؟ يعني النجاح ده اتعمل ازاي؟ احنا المكان ده قصته ان احنا بننتج جودة عالية جدا من الزيت. حضرتك أشرت نقطة مهمة جدا ألا وهي أن الزيت ده عصير. أنا عجبت جدا بالكلمة دي والله، حضرتك ما سمعتهاش مني. أنت قلت هو عصير، هو عصير فاكهة فعلا. زيت الزيتون ما هو إلا عصير فاكهة، فله اشتراطات زي ما حضرتك برضو قلت، لازم يتحس في وقت معين. يعني في مرحلة لو حضرتك حسبت فيها الزيتون هيطلع نسبة المواد المضادة للأكسدة. أنا هرجع للنقطة دي بس عايز أقول حاجة،
انا لغايه 10 انا بقالي في كزراعه زيتون 33 سنه وفي الزيت 23 سنه. لغايه 10 سنين فاتوا كنت بوصف زيت الزيتون كالاتي، كنت بقول زيت الزيتون له خصائص غذائيه وصحيه ودوائيه. تصدق وتامن بالله ان انا عكستها تماما، بقيت بقول من 10 سنين ان زيت الزيتون له خصائص دوائيه، الاول دوائيه وصحيه وغذائيه. تعال بقى نقطه مهمه جدا حضرتك، يطلع المغرضون ها والناس، انا معلش اعتذر لاي واحد بيقول ان زيت الزيتون لا يصلح التسخين، اعتذر بشده ان انا اقول هؤلاء وجهاء جهلاء. الكلام ده كلام بيتناقل بيقولوا ايه المصطلح رايح عن ذهني، يعني واحد قال الكلمه وابتدينا نرددها ثم اصبحت حقيقه واقعه بينما هي حقيقه مش حقيقه، هي شيء مزور. وهنستند على الايه. يسخن زيت الزيتون؟ يا سلام، انا نفسي معتقد ان هو يا سلام. انا بمنع عند البيت مثلا يسخنوا زيت الزيتون. لا، اكبر غلطه بقى. اكبر غلطه. نرجع بس للاسقاط ها. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للاكلين، هسال حضرتك سؤال واجاب عليه عشان ايه يعني نخلص بسرعه، هل الاكل اساسه البارد ام السخن؟ واجاوب على السؤال السخن. هقول لحضرتك على حاجه، في القليه والناس بتخاف منه مثلا على سبيل المثال ان هو مكلف، يقول لك حرام اقلي زيتون، اقلي بزيت زيتون ده ثمنه مش عارف ايه، احطه كده على السلطه، احطه على السلطه بالظبط. حضرتك زيت الزيتون اهو، دي جزئيه اللي قلت العلم العلماء يلهثون حول معرفه مكنون هذا الزيت. لغايه النهارده المعلومه اللي هقولها دي لم يتوصلوا ايه المكون او المركب الكيميائي اللي بيعمل الشغلانه دي. حضرتك هنفترض ان القلم ده بطاطس، نقسمه بالنص يعني. اول ما تحط البطاطس في زيت الزيتون، الزيت من هو منه فيه يغطي البطاطس او اي ماده مقلاه، لو بتعمل فراخ بانيه او بتعمل بدنجان او اي حاجه، يغطيها بطبق بفيلم رقيق شبه غير منفذ. يوم اللي يحصل ايه؟ الماده المقلاه دي ما تمصش زيت لان اصبح عليها فيلم مانع للنفاذيه، فما تمصش زيت. طب النتيجه بقى في الاخر الاكل يطلع ايه؟ يطلع مقرمش، دي نمره واحد. نمره اتنين، مش ماصص ومستوي من جوه، مش ماصص زيت وخفيف على المعدة. زيت الزيتون طبيعي خفيف على المعدة. الأهم بقى اقتصاديا إن زيت الزيتون ما ينقصش. زيت الزيتون يكون أساسا، احنا عندنا مجموعة من الأحماض الدهنية، يا إما أحماض ده في الأكل عموما يعني، يا إما دهون مشبعة يا إما دهون غير مشبعة وبتنقسم لشقين، يا إما بولي أنساتوريتد يعني متعددة الروابط، الزيت مكون من ذرات هيدروجين وكربون. المتعددة الروابط مسافة كبيرة ما بين ذرة الهيدروجين وذرة الكربون، واخد بالك؟ وانا برضو مش بتاع كيمياء يعني، انما انا زيت الزيتون جرني على حاجات كتيرة جدا جدا، منها اصابات الاطفال بالتوحد، وان زيت الزيتون يدخل في الحمية الغذائية بتاعتهم. هذا المرض يا فندم مرض عضوي، يعامل في مصر على انه مرض نفسي. الاولاد دول يعالجوا بعلوم كثيره من الطب البديل. الزيتون يدخل في علاجهم. ايوه يا فندم، ايوه درجاتهم. ايوه يا فندم، ايوه يا فندم، لان عندهم حاجه اسمها ليكين جاتس اللي هي المعده، يعني مش عارف ترجمتها ايه، انما اكلهم صعب جدا وعندهم معادن. سبب الحاله ايه؟ بيبقى فيه تركيز للمعادن ثقيله في المخ، سببها يا اما اكل الام في الحمل اكل مش مظبوط، يا إما نتيجة حاجات تانية كتير أنا مش هتكلم فيها عشان ما نعملش بلبلة يعني. بس العلم أثبت أن الحاجات اللي عايز أتكلم فيها حقيقة تؤدي إلى إصابة هؤلاء الأطفال الأحباء بمرض التوحد. المهندس محمد الخولي ليه كتاب عظيم عن أثار الزيتون في 41 دولة زيتونية، هو سماها كده لأنها بتزرع الزيتون وتصدره للعالم بأشكال مختلفة. وعلى فكرة الكتاب ده ألفه في 27 شهر وكان بيكتب 19 ساعة في اليوم، وتصدرته صورة نادرة للملك الفرعوني توت عنخ آمون بتاج من أشجار الزيتون. خليني أرجع معاك على الزراعة وهذا الكتاب الرائع اللي حضرتك عملته من 40 دولة زيتونية أو 41 دولة أو 41 دولة بتنتج الزيتون. ومن أجمل الحاجات اللي فيه صورة توت عنخ آمون اللي على الغلاف، يعني رأسه مرصعة بتاج من أشجار الزيتون، وهذا يثبت أن هذا أن هذه الأشجار المباركة مزروعة منذ آلاف السنين في مصر. مزروع.
خلينا نتكلم على ما يحدث حاليا في مصر. الآن الحديث عن الزراعة المكثفة، عايز رأيك في البداية، لأن في ناس كثيرة جدا هتبدأ تزرع زيتون سواء في مشروع 1.5 مليون فدان، مشروع مستقبل مصر، عمليات إصلاح جديدة في مشروع في المنيا، الكل يفكر في زراعة الزيتون بطريقة المكثفة. أنت إيه رأيك أولا وأنت من خبراء الزراعة حاليا؟ اللي بنزرعه في مصر ده اللي هو 5 × 5 و6 × 6 و5 × 7، دي الزراعة المكثفة. اللي حضرتك تقصده وأنا أعلم ماذا تقصده، الزراعة عالية الكثافة. تمام. عالية الكثافة أنا مارستها حضرتك بصفتي استشاري للحكومة الأسترالية من سنة 99، مارستها في أستراليا، فعندي hands on experience، خبرة على الأرض. مع الأسف الشديد ما عندناش حد في مصر عنده خبرة على الأرض في هذا النظام. تمام. الفكرة بقى كلها إيه؟ نشوف نشأة هذا النظام، هو نشأ عن من رجال المشاتل مش من البحث العلمي. وبعدها بعدة سنوات لاحقوا البحث العلمي عشان يشوفوا النظام ده كويس ولا مش كويس. البحث العلمي قاصر جدا في الزراعة عالية الكثافة، ولا يمكن في عالية الكثافة في الزيتون. وبالمناسبة بما أن حضرتك شددت في الزيتون، كثير من أشجار الفاكهة من عشرات السنين من 40 و50 سنة تم عليها تجارب للزراعة المكثفة، وخلص المزارعون قبل العلماء أنها لا تؤدي إلى نتائج إيجابية. أنت تنصحنا بأصناف إيه؟ أصناف تخليل ولا أصناف لا يا فندم زيت طبعا إحنا عندنا اكتفاء وكلمنا فيها، إحنا لازم نتجه للزيت، ما عادش لنا مستقبل في زيادة المساحات اللي هي منزرعة بأصناف التخليل. أركز بس حضرتك على حتة المكثف، نشوف أوروبا دخلوا المكثف ليه. أولا دخلوا زي ما قلت من المشاتل اللي من مصلحتها تبيع عدد كبير من الشتلات، هم اللي أدخلوا هذا النظام، ثم لحقوا بعد عدة سنوات البحث العلمي. طيب ايه الدوافع ان هم كانوا يدخلوه؟ معدل انتاج الهكتار في اوروبا 3 طن في الهكتار، يعني 3 طن في 2.46% فدان، يعني 1.2 طن في الفدان. كويس. وقالوا احنا المكثف ده هيدينا، شوف بقى القفزة من 3 طن ل 18 طن. كويس. انا مش هقول ما بيجيبش لانه مش هيجيب ال 18 طن في الهكتار، انا اسف. طيب يعني 7 طن في الفدان. طب أنا بالمكثف بتاعي ده أنا بجيب متوسط من 5 ل7 طن، يعني مش محتاجه. طب هيعمل لي إيه إذا كان الفدان بتاعي بيجيب 7؟ وعايز أقول لحضرتك في قصص نجاح في مصر، مزارعون بسطاء وصلوا ل 18 و22 طن في الفدان. ما يقال عن زراعة أصناف متقزمة تم يا فندم يا فندم العالم. أتحدى أي عالم في الزيتون يقول إن في أصناف متقزمة، هي اسمها less vigor، يعني بالانجليزي اقل تضخما، انما مقزمه لم ترد. باشمهندس اي الاصناف تفضل؟ اعرف ازاي ان الشتله دي كويسه ولا وحشه؟ فدنا كراجل خبرتك حاجه و30 سنه في زراعه الزيتون. معرفه الشتله اذا كانت كويسه، اول حاجه انها تبقى تروتو طيب، يعني مطابقه للصنف المطلوب. يعني اذا طالب كروناكي يبقى كروناكي، كوراتينا يبقى كوراتينا. انا اعرفه انت بعد لما الشجره تسمى. ما دي المشكله بقى حضرتك. اصناف الزيتون صعب جدا معرفتها في المشتل، واحنا بص حضرتك مفيش طبقه وراثيه ليها، مفيش حاجه. هي دي النقطه بقى، ارجو من خلال برنامج حضرتك، لان هذا الكلام قلناه اكثر من مره ومثبت كتابه، في مثل حضرتك بيقول الورق يمرض ولا يموتش، في دراسه انا عاملها للاي ام سي اللي هو الاندستريزيشن سنتر بقى لها حوالي 10 سنوات بيشيل ويحط عليها التراب، بس الحمد لله انه كلام مكتوب. سياتي جيل يوما ما يقرا هذا الكلام. قلنا مشاتل الزيتون في مصر كثيره جدا، ولكن شباب شغالين حضرتك بعيد عن رقابة الدولة. أنا مش عايز أكسرهم ومش عايز أحطمهم، أنا عايز الناس دي تشتغل تحت مظلة الدولة، يطلع لها الباحثين العلماء الأفاضل من المراكز البحثية ويعلموهم الشغل المظبوط، والدولة تقول لهم لازم عندكم مزرعة أمهات تاخدوا منها، بدل ما بتروح المزارع تاخدوا الهيش، والهيش ده بيدخل يقول لك أقلم لك المزرعة واخد الهيش. طب يا عمي يدخل الأصناف على بعضيها ويروح في الآخر يحط لك يافطة يقول لك ده بيكول وهو 100 صنف واخدهم من مزرعة ما. يبقى الولاد دول نحتضنهم ونرخص لهم أعداد مهولة حضرتك، ويقول لك احنا بنستورد شتلة من بره، أصل مصر ما فيهاش شتلات، عندنا ملايين الشتلات ونبعت نستورد شتلات من بره. هل هذا يا فندم مرض الزيليلا؟ هو احنا يعني حقل تجارب عايزين نجيب الزيليلا مصر؟ نجيبها عشان مزرعة أنا دي تروح 33 سنة يتحرق قدامي؟ ده يرضي ربنا؟
كان منتظرنا في مزرعة المهندس محمد الخولي مفاجأة كبيرة جدا. أقدم شجرة زيتون شفناها في حياتنا، نقلها من منطقة صحراوية عشان يحافظ عليها، وكان وزنها عند النقل حوالي 3 طن بعد مجهود 3 أيام عشان يخرجوها من الأرض. وطبعا كان شيء صعب جدا ونادر، وفعلا بدأت نمواتها الجديدة في أرضه، ومن شدة إعجابه بيها سماها ملكة أشجار الزيتون في مصر. خلينا نتكلم على مفاجأة كبيرة جدا محضرها لنا النهاردة المهندس محمد الخولي. هي شجرة معمرة للزيتون جابها من إحدى المناطق في مصر، هي محاولة لإنقاذ واحدة من أكبر أشجارنا المعمرة. طريقة حفظها لازم تتغطى كده بالخيش، هنعرفها دلوقتي الطريقة دي وإزاي إن هم هيعيدوا إحيائها من جديد، سبحان الله. يعني خليني يا باشمهندس محمد أعرف منك بالبداية، ما هذا؟ والله يا هذا احنا عملنا محاولة، انت عارف حضرتك عندنا أشجار معمرة قديمة معظمها موجود يا إما في سيناء يا إما في الساحل الشمالي الغربي في العمق شوية، يعني في هجوم طبعا للخرسانة والطوب على المزارع القديمة دي، فاحنا حاولنا بس حفظا للتراث ان احنا نجيب شجرة قديمة معمرة عمرها مش معروف دلوقتي، صح؟ لا والحقيقة عمرها مش معروف، المكان اللي جبناها منه حوالي 60 كيلو قبل ما تروح في العمق، يعني مش على الساحل مباشرة، وكانت بتروى بمئات الأمتار، وحبينا ننقذها كدليل على عمق زراعة الزيتون في مصر قبل أن تهاجم. المزارعين هناك بسطاء ما بيقدروش يحافظوا على الشجر يعني، وإنتاجه بيقل، فيعني زائد هجوم الخرسانة، فنقلناها هنا وإن شاء الله هنعمل عليها بحث مع كلية الهندسة جامعة القاهرة لتحديد عمرها عن طريق الكربون المشع إن شاء الله. مش مهندس رضا، 33 سنة وأنت مع هذا الرجل بتعمل في زراعة الزيتون، أنت قلت لي أنا معمر زي الشجرة، صح كده؟ عرفني بقى هتتعامل إزاي مع هذه الشجرة لحياها، وليه الخيش أنا حاسس إن هو مند شوية؟ بالظبط، هو حضرتك الخيش ده محطوط على أساس أنه بيحافظ على الرطوبة اللي داخل الخشب اللي هي العصارة، لأن بعد النقل بيتم التطويش الخضار لتقليل النتح، وحفاظا على أساس أنها بتبتدي الجذور تشتغل. يعني انت نقلتها هتشتغل فعلا جذورها هنا؟ ان شاء الله الجذور هنا خلال قد ايه تشتغل؟ عملية تجديد يعني ان شاء الله شهر بس هتلاقي ابتدى الخير يبان. يعني مش منصر ده الشجرة دي لما نعمل الكربون المشع ونسبة هي عمرها قد ايه ونوعها ايه ونعرف كل معلوماتنا، ممكن نطعم منها؟ يعني تطلع ان هي نطعم منها عشان الشجر بتاعنا؟ ممكن حضرتك يكون صنف من الاصناف حضرتك المطلوبة، يعني ممكن يطعم نطعم منها، وممكن يطعم عليها حضرتك اصناف تانية، يعني ممكن تطلع صنف محدش يعرفه خالص. بالظبط بالظبط، ده وارد. يعني ممكن دي الهيكل اللي قدام ده اللي احنا هنكشفه دلوقتي ده ممكن يبقى قبلة العالم عشان يطعم منها. بالظبط حضرتك، بالظبط، ده حضرتك صنف تحت الدراسة، هيتحدد الصنف وهيتحدد العمر، وممكن حضرتك ان يكون صنف من الاصناف برضو المطلوبة او بعد الدراسة من نسبة الزيت وجودته، ويتم حضرتك التطعيم منه وممكن يطعم عليه. انتوا اتأكدتوا انها صنف زيتي مش صنف تخليل؟ صنف زيتي. صنف زيت. طيب خلينا نكشف يا جماعة، تعالى نساعدهم ونكشف معاهم. اكشف عادي. المهندس محمد الخولي كان أول واحد يكتشف حشرة ديندروتريبس، أخطر آفات أشجار الزيتون، وتسجلت لأول مرة في العالم، ومكافحتها كانت سهلة جدا. وطبعاً كان فيه اهتمام عالمي بالاكتشاف الجديد ده، واللي فسر أسباب موت الآلاف من شجر الزيتون. والحل برضو اكتشفه المهندس محمد الخولي، وهو خربشة الأرض حوالين الشجر لقطع دورة حياة الحشرة، لأنها بتدفن بيضها في التربة، وبعدها تهاجم الشجر وبتتنقل بالهواء من شجرة للتانية. دلوقتي مع المهندس محمد الخولي هنشوف أول معدة لحصاد الزيتون، وخصوصا زيتون العصر أو زيتون زيت الزيتون. المعدة بسيطة جدا، عشان احنا دايما بنشكي من العمالة، بنشكي ان ما عندناش عمالة في منطقة زي اللي احنا فيها دي في الإسماعيلية، العمالة ممكن تبقى صعبة، وبالتالي الحاجة دائما أم الاختراع. هو ابتكر هذه المعدة، فيها بعض الأجزاء المستوردة من الخارج من إيطاليا تحديدا اللي هي بلد الزيتون الأولى في العالم، والأجزاء التانية هو اللي عملها، لدرجة ان الشبك ده
جايبه من وكالة البلح، صح كده؟ احكي لي حكاية المعدة دي بتشتغل ازاي؟ الحقيقة المعدة دي احنا عاملينها ريبليكيشن او اعادة، هي موجودة على مستوى اللي هي الشمسية المقلوبة دي، موجودة في ايطاليا وموجودة في استراليا وفي اسبانيا، بس مكلفة جدا، لا كنا نقدر نستوردها ولا ندفع بالدولار او باليورو. فعملنا الشمسية المقلوبة زي ما شايف حضرتك، هي عملية بسيطة وسهلة، وعملناها من حوالي، احنا كنا بنحصد الاول على مفارش وبنستعمل نفس الآلة دي اللي هي بتاعت الهزل لغدغ الشجر كده. ايوه بالظبط كده. وبعدين كنا بنفرش مفارش من نفس الخامة دي، وبعدين فكرنا ليه احنا مش اقل من الناس الغرب يعني في الغرب يعني، فعملنا الشمسية. هو جهاز زي ما حضرتك شايف بسيط جدا، بيدخل يتفتح تحت، بيدخل مقفول ويتفتح تحت الشجرة، يبقى شمسية مقلوبة، وبتعوز الشجر يبقى على متربي على جذع واحد بارتفاع من 80 ل 90 سنتي عشان نقدر ندخل بيها. بتجمع الزيتون، الزيتون بينزل على بوكسات، في 3 بوكس، البوكس بيشيله في حدود 23 24 كيلو، وبكده الزيتونه ما بتلمسش الارض وبتنزل نظيفه، وعمليه الحصاد سريعه. المكنه دي اللي حضرتك شفتها، الهزاز مع الشمسيه، ممكن عامل واحد يعمل من 520 ل 600 كيلو في اليوم، 8 ساعات عمل. لو قارناه بالحصاد اليدوي، صنف الكورونيكي وده صنف صغير جدا، الثمره بتبقى في حدود 1.8 من 10، ما بيعملش اكتر من 70 ل 80 كيلو. كلفتك كام يا باشمهندس؟ دي كلفتني نصف آلي، مش كده؟ نصف آلي بالظبط، ده بنقول عليه حصاد نصف آلي. الشمسيه اتكلفت بجهود ذاتيه، يعني عملناها عندنا مكان لحام هنا وعملناها، اتكلفت في حدود من 4 سنين 7000 جنيه تقريبا. 7000 جنيه وشبكها من وكاله البلح وحددها من اي حداد هنا في الاسماعيليه. بالظبط كده. والمكنه نفسها الهزاز دي طلياني، ولها وكيل هنا على ما اذكر، دي عندنا من زمان بقى. يعني حتى كنت عملت دورة تدريبية هنا بالمناسبة، حضرها 92 مزارع، جبنا والله مزارعين من مطروح وسيوة في العربيات الميكروباص بتاعت مشاريع البنك الدولي، لأنهم ناس ما كانوش يقدروا يعني، وبيتناهم هنا عندنا، ومزارعين من المنطقة ومن الصحراء، و92 مزارع كانوا موجودين عملنا دورة. حد قلد دي؟ حد قلدها؟ لا مع الأسف لا. المهندس محمد الخولي حذرنا من الزراعة المكثفة للزيتون، وكشف ان مفيش حاجة اسمها اصناف متقزمة من الزيتون، ونصح بالتوسع في زراعة الاصناف الزيتية حتى ولو في اراضي درجة ملوحتها 10,000 جزء في المليون، لان زيت الزيتون النقي ليه اسواق كبرى في العالم ولازم نغزوها. ده كان اخر كلامنا النهارده في برنامج الجدعان، ولكن خلينا قبل ما ننهي حلقتنا اقول لكم على نداء من اهالي منطقه النوباريه في طريق مصر اسكندريه الصحراوي. اهالي مدينه النوباريه تحت سطوه البلطجيه وقطاع الطرق، هناك السرقه في وضح النهار وبالاكراه، ولا احد يامن على اهل بيته في منطقه النوباريه، كلام لا يصدق ان يحدث في مصر. هذا النداء لوزاره الداخليه، من فضلكم انقذوا الناس في مدينة النوبارية. عمليات السرقة تتم نهارا جهارا، جميع السيارات بيتم تحطيمها، تحطيم زجاجها لسرقة ما بداخلها. ناس كتير سرق منها 200 و300 ألف، وبعضهم سرق منه أكثر من مليون جنيه من داخل السيارة، وهذا مرة أخرى لا يجوز. أرجو تشديد الرقابة على الطرق في مدينة النوبارية وضبط كل المخالفين للقانون، هذا هو حق من يسكنون مدينة النوبارية. لا يجوز ان مزارع او صاحب مصنع في مدينة النوبارية يتسرق شقة عمره ولا احد يتدخل لانقاذه، ولما يروحوا يعملوا محاضر يقول لهم ما غيركم عمل محاضر كتير. ده طبعا حديث لا يصدق. انا ارجو التدخل الحاسم من وزارة الداخلية. ده كان اخر كلامنا النهاردة في برنامج الجدعان. انتظرونا كل يوم خميس وجمعة الساعة 7 مساء على قناة القاهرة والناس 2 وبرنامجكم الجدعان.